حياتي اوحش فتره حياتي. كانت فترة صعبة عموما بشكل عام. ايوه انا بقول انا بالنسبه لي افضل يعني من اوحش الفترات في حياتي. انا فنيا كنتش يعني. فنيا طبعا انا ما كنتش قد المستوى، مش حسين دوت. من سيبك من بسبب ايه يا الاهداف اخي؟ مثلا، انا يعني انا بالنسبه لي انا مش عارف الاسباب. ما كنتش عارف. انا يعني يعني نفس الاسباب. الضغوط ممكن ان لا الدفع فيك والله تمن. والله يا كابتن، ولا بركز فيها يعني، ولا بالنسبه لي كان يعني. يمكن ال 20 يوم اللي او 25 يوم مش يعني دي كانت بالنسبه لي كانت مهمه. حتى انا لما رجعت رحنا لعبنا اول مباراه افريقيا على طول قدام فيتا كلوب على ما اعتقد. دي كانت اول مباراه ليا، فانا ما كنتش اصلا ما بتمرنش، فاتمرنت خفيف ودخلت المباراه. فدي كانت بقى البدايه. طبعا احنا كنا في نص الموسم، فاللي هو ما فيش اصلا مش فتره لاحق اعداد. تعمل حاجة. فدي بقى كانت بدايه الفتره بقى. وطبعا كنت ملوش، كنت مثلا ابقى كويس اطلع وحش ما اعرفش ايه. فكانت الدنيا ملخبطه بالنسبه لي، انا ما كنتش راضي عن نفسي جدا. حتى بقى في فتره الاعداد، الفتره بقى اللي هي لما الدوري توقف ساعه افريقيا، كنت انا حاطط في خلاص انا مش هينفع حسين يبقى مكمل على كده، لا لازم يزيد، لازم يزيد. فالحمد لله ربنا كرمني في فتره الاعداد، اشتغلتها كويس جدا. وحتى مستر روسارت ساعتها قال لك انا المراهن على حسين، لحسين السنه دي هيبقى كويس. فالحمد لله كنت شغال كويس جدا المباريات الوديه هناك وفي التمارين، ف كنت بدوس على نفسي جامد. حتى الحمد لله اول ما رجعت كانت مباراه المقاولين وربنا كرمني الحمد لله فيها. فدي كانت بدايه بقى، بدات الحمد لله خطوه في خطوه. بس لحد بقى ما مستر فايلاز جيب، بصراحه مدرب محترم، مين؟ مدرب مستر فايلاز. مستر فايلر. مدرب محترم طبعا، طب مدرب ايه كبير. الفرق ما بين حسين لاسارتي وحسين فايلر؟ مش هسألك على اثنين مدربين يعني، لا مش عايز طبعا احرجك ده طبعا، مدربين ما حدش يقدر لكن انا يتكلم عليهم. بكلمك على ايه الفرق ما بين انت كحسين ان الشحات انا ما كنتش فنيا. جاهز انت مع مع مستر في مارتن الاول. لاسارتي ما ما كنتش كنتش جاهز لحد ما ربنا كرم وعملت فتره الاعداد، لان طبعا كنت قعدت فتره. فطبعا اي بالنسبه لاي لاعب ما بيقعد فتره اجازه بالنسبه له عقبال ما بيرجع بياخد وقت. فاحنا ما كانش في فتره اجازه، كان عندنا ضغط مباريات انت عارف، فكانت صعب الواحد حتى يشتغل كويس او يشتغل مثلا وحش. فكانت الدنيا صعبه لحد ما بدات فتره الاعداد معاه بصراحه. خليني اكلمك بقى كجمهور الاهلي. انا واحد من الجمهور، سيبك من انا راجل جمهور. انا كنت بشوف ان حسين مدفوع فيه كام، 150 كانوا بيقولوا كام، كان بيقولوا 150 150 180 حاجه 160 كده. كل شويه مهم بتصل. يعني قول كانوا بيقولوا مدفوع فيه 200 مليون. وحضرتك قلت دلوقتي الرقم اللي اتدفع، لكن انا كجمهور اهلي، طب هو ليه اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ هو ليه ما كانش مسبب لك ضغط يا حسين؟ الموضوع ده ما كانش مسبب لك ضغط خالص. كانش في دماغي، مش دي السبب على فكرة، مش ده السبب. انا اصل يمكن انا مبسوط جدا ان انت معترف ان دي اسوأ فترة ليك في حياتك. ايوه طبعا يا كابتن. بص يا كابتن، اي لعيب كرة كابتن بتيجي عليه فترة بيبقى كويس وفترة بيبقى وحش، بس ايوه لازم يعترف. صح، اصل اللعيب مفيش حد دايما بيبقى اصل كويس. في ناس في ناس بتحب لا حتى لو وحش انا تقول له لا انا بتحبني كويس. اهلي ان انا يا كنت ابني انت بموت وحش نفسي وبعمل يا ابني، ما عادي طبيعي. انت مثلا شايف حاجه تانية، انت شايف حاجه والناس مثلا شايفه، مدرب شايف، كل واحد له وجهه نظر. ممكن الاعلام بيبقى شايف حاجه، مدرب ليه حاجه تانية، كل واحد وليه طبيعته مثلا، كل واحد شايف. بالظبط. فانا بالنسبه لي انا كنت حتى انا لما اتكلمت انا قلت يا جماعه انا مش راضي عن مستوايا، وانا وحش وانا مش راضي، وان شاء الله يبقى في احسن. وده طبيعي عادي، في اما تعترف دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. بس انا مش لازم انا اطلع لا انا وحش مثلا، لا انا كويس. مين اللي قال ان انا وحش؟ يا عم انت الماتش اللي بعديها هتبقى وحش برضه، الناس هتقول لك انت وحش، تفضل برضه تقول كويس. كنت بتتقبل نقد الناس طبعا ونقد ما لازم الجمهور في اتقبل الشارع؟ اكتر عادي يعني. نقد حصل لك وانت في الشارع وانت ماشي بالفترة اللي فاتت، اللي هي اللي هو بتاعت انت مدفوع 150 مليون ما عملتش حاجه. حد قال لك كده في وشك؟ كان على طول في وشك؟ دي كانت بتضايقني وبتخليني في نفس الوقت اللي انا احط نفسي لازم اعمل حاجه، لازم لا لازم بس اعمل لما كنت حاجه. تسمع ال 150 مليون دي كانت عادي يعني؟ ما انا بضحك اعمل ايه يا كابتن؟ مش هتقعد تصحى هعمل ايه تشرح اصلا بقى لكل انا كل حد؟ ما انا بفضل اشرح يا كابتن، والناس برضو تقول لي لا انت جايب 150 مليون. كابتن محمد بركات كنا في المنتخب عمال يهزر معايا، يقول لي ده ابو 160 مليون. اقول له يا كابتن حتى انت. يقول لي يا عم انا عارف بس ماليش دعوه، الاعلام قال كده وهو كده. كنا نفضل هو نهزر. كذبه فعادي كابتن بتتقال وكله وبتمشي. بيتصدق يا كابتن. والله بص يا كابتن، يعني انا يعني انا الفتره ديت يا كابتن ناس كتير انتقادتني انتقاد غريب. انا ما صح. كنتش انا ما كنتش بشوف، بس انا الناس كانت بتقول لي. يعني في ناس صحابي قريبين مني بيقولوا لي يا جماعه، اقول لهم يا جماعه ما تقولوليش. انا بالنسبه لي مش فارقه والله مين اللي بيتكلم ده. اللي بيتكلم ده قاعد وبيتكلم، قاعد على الميديا، قاعد مثلا في حته، انا مالي في حد، ماليش دعوه. اللي يقول يقول، انا ليه نفسي انا ايه، انا شايف نفسي واحد بس انا ماليش دعوه بيهم. انا عايز ابقى كويس. انا عايز ابقى كويس طبيعي، كل واحد بيبقى وحش وحد بيبقى كويس.
ما على فكره مش السبب اللي انت مثلا تجيب هدف يبقى انت كده كويس. ما انا ممكن اجيب هدف كل ماتش بس انا وحش، بس انتوا الناس فرحانه باللي انا بجيب جول، مش حسين مثلا في الاهلي او في انديه ثانيه. اصل الجمهور بيفكر في ايه لما تبقى المبالغ مدفوعه كتيره؟ يقول لك ايه، اصل حسين هياخد الكره من محمد الشناوي وهيجيبها هيجري بيها كل ده هيرقص ال 11 ها. ده طبعا الجمهور من لا يشجع الاهلي خلي بالك. ايوه انا فاهم، فلان هو ما انا بقول لك هي كدبه بتتكذب زي موضوع ال 150 عليه. ايوه يقول لك ايه كدبه، وفضلت ماشيه ماشيه لغايه النهارده. اي حد يعني انا في ناس بتشوفني يا عم ده مدفوع في 150 يا عم. انا بيقولوا لي انا بضحك هقول له ايه، طب هقول له انت عارف هم 150؟ يقول لي هم قالوا بالاعلام 150. اقول له طب انت الاعلام انت بتصدق الاعلام كل حاجه؟ انت ما في اعلام بيقول 160، في اشخاص ثانيه بتقول 160 و150 و170 و180 بتزيد كل يوم بتزيد. انت بتصدق هتصدق مين فيهم؟ يقول لي ما هم اللي بيقولوا. اقول له طب هم انت مالك بيهم؟ هم بقى هم مين بقى دول؟ انا مالي بيهم؟ انا وصلت يا كابتن الناس قريبه مني قالت لي انت بتاخد المبالغ دي، انت بتاخد مبالغ كده قريبه منك. يعني انت بقولك الناس بتكذب الكذبه وكله بيصدق بقى يا كابتن، كله بيصدق وكله بيعمل. يا جماعه انا بالنسبه لي انا جايب اي رقم. انا الحمد لله اشتغلت على نفسي واجتهدت واحترفت وجيت حبا في النادي الاهلي وجماهير في النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب واللعيبه والاداره والجهاز الفني، فانا طبيعي يا جماعه اللي الدفع يدفع. ما لناش دعوه باللي بيدفع، اهم حاجه اللعيب خلاص بقى انتوا حابينه وعايزينه وربنا هيكرمه ويكمل. ده افضلوا دايما في ظهره. حسيت بوقفه جمهور الاهلي معاك ولا لا؟ طبعا دايما في ظهري. هم باعوك؟ لا دايما في ظهري. ايوه دايما في ظهري. دي بقى اللي تسوى ان انا استحمل ما انا بقول لك ان من لا يشجع النادي الاهلي، انا دايما بقولها كده ما بحبش اقول اسماء انديه يعني، لكن من لا يشجع النادي الاهلي دايما يقول لك ايه؟ ما هو ده اللي اطلق ال 150 بالظبط كده فلان ده او اللي ما بيشجعش النادي الاهلي ده هو اللي اطلق ال 150 وال 200 يا كابتن. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن. انت لما تيجي مثلا يقول لك حسين جاب 150 ومثلا الجمهور في جمهور عارف فيقول لك يا عم احنا حابين ال 150 مليون. انا مش عايز اقرا في انا في حاجات والله انا عارف والله يا كابتن. والله انا دلوقتي الناس بتقول لك يعني انا ان الناس عماله تقول لك ايه مش خساره والدفع اكتر واللي انت بتقراه انا خليه يعمل كذا. بس انا مش عارف حد بيقول لي زياره المريض واجب يا سحس او ليك انت ده حسين اورتيجا انت عندك حد ماشي كذا حد حسين ماشي ايمن نوير لا ماشي مش هقول الكلام ده. انا ايمن نوير بيقول حسين لعيب اهلاوي ودي